أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى قول بعض أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن الوعيد نافذ ولكن قد يتخلف لمانع من توبة أو غير ذلك مما ثبت في الشرع أنه يتخلف به الوعيد، وقد أخطأ من قال إن الوعيد غير نافذ، واستدل بقول الله تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد؟ إنما الوعيد نافذ إلا إذا عفى الله جل وعلا، إذا عفى الله عن من استحقه وكان هذا دون الشرك فإنه قابل للعفو والمغفرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.